أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والمناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها ظاهرة، فإن الله سبحانه وتعالى لما قدم عمل الصالحات في الآية السابقة بيّنها في هذه الآية، فنص على أعظمها وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم عمم ذلك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها عامة في جميع الطاعات في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والجزاء كما ختم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: لعلكم ترحمون. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الرحمة، والرحمة من أعظم أبوابها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الآية الأخرى: أولئك سيرحمهم الله. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد، الذين كفروا أي الذين خالفوك وكذبوك وآذوك وكذبوا برسالتك وعاندوك، لا تحسبنهم معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل هو قادر عليهم وسيعذبهم أشد العذاب. ولهذا قال: ومأواهم النار، أي مأواهم في الدار الآخرة. النار ولبئس المصير، أي لبئس المآل، مآل الكافرين، وبئس القرار، قرار الكافرين، إذ مآلهم ومصيرهم نار جهنم عندما خالفوك وعاندوك. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. لعل قائلا منكم أيها الإخوة يقول: ما الفرق بين هذه الآية وبين الآية التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، وهي قول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فما الفرق؟ هذه فيها الأمر بالاستئذان كما تلك فيها الأمر بالاستئذان، فما الفرق بين الآيتين؟ أحسنت. الأولى ذكرت استئذان الأجانب بعضهم على بعض، وهم القادمون من خارج البيوت
إلى البيت. وفي هذه الآية ذكرت أحكام الاستئذان أو استئذان الأقارب بعضهم على بعض وهم من كانوا داخل البيت، فتلك في استئذان الأجانب بعضهم على بعض، وهذه في استئذان الأقارب. قال الله سبحانه وتعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم هم الجواري والعبيد. قال بعض المفسرين: يراد بها الرجال خاصة، فأمر الله المؤمنين أن يستأذن عليهم مماليكهم أو عبيدهم. وقيل: بل هي عامة في الرجال والنساء سواء كان أمة أو عبدا أمروا بالاستئذان. وهذا هو رأي الطبري رحمه الله. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم مأمورون بالاستئذان على أهلهم ثلاث مرات، أي قد أمروا. هل هم أمروا بالاستئذان في كل حال؟ هؤلاء هل هم أمروا بالاستئذان ليلاً ونهاراً؟ لا، وإنما قال الله عز وجل ثلاث مرات، أي أمرتم بالاستئذان في ثلاثة أحوال. الحال الأول قال الله سبحانه وتعالى: من قبل صلاة الفجر. من قبل صلاة الفجر، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم، وقد جرت عادة النائم التخفف من ملابسه، ولا لا؟ فربما اطلع الأولاد أو المماليك على ما ليس لهم الاطلاع عليه من العورات وغيرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. الظهيرة هي وقت القيلولة، نص الله على وضع الثياب هنا دون بقية الوقتين الآخرين لقصر هذا الوقت، لقصر هذا الوقت، فبين أن العلة هي وضع الثياب، فيتخفف الإنسان من ثيابه. أي ربما يقول قائل: وقت القيلولة قصير فلا يتخفف الإنسان من ثيابه، وإنما نكتفي بالوقتين الأول والثالث. نقول: لا، لأن الله عز وجل قد نص على ذلك، ذكر العلة وهي علة غالبة، وإلا الإنسان مأمور في هذا الوقت. ووضع الثياب، وضع الثياب قيل لأجل النوم، قال: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قيل من أجل النوم، وقيل من أجل الحر. ويسمى ظهيرة لأن النهار يظهر فيه ويشتد. الوقت الثالث قال الله سبحانه وتعالى: ومن بعد صلاة العشاء، إذ هو كذلك وقت النوم. إذن الخلاصة: من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر إيش؟ أمروا بالاستئذان. في النهار، في الليل، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يؤمر، بعد المغرب لا. طيب في النهار وقت واحد أمروا بالاستئذان، الذي هو وقت الظهيرة. أما بعد صلاة الفجر، ها، بعد صلاة العصر،
هذه الأوقات الثلاثة التي كان الناس غالباً ما ينامون فيها بخلاف حال الناس اليوم، اليوم جعلوا الليل نهار والنهار ليل، ولا لا أحوال الناس، لكن نتكلم عن غالب أحوال الناس أو الأصل في أحوال الناس أنهم ينامون ليلاً ويستيقظون نهاراً ويجعلون وقت القيلولة راحة لهم. فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى أن يكون الرجل مع أهله أو نحو ذلك من الأعمال، أو ربما ظهرت بعض العورات وتخفف الإنسان من الثياب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات، العورة هي كل ما يستحى منه، هي كل ما يستحى منه، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينهم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم، لأنه قد أذن لهم. قال سبحانه وتعالى: طوافون عليكم، أي في الخدمة وغير ذلك، فإن الخدم يطوفون ويخدمونكم، هؤلاء المماليك وهؤلاء العبيد يخدمونكم، فلو ما أمرناهم بالاستئذان في كل حال ووقت كما الأطفال شق ذلك عليهم. فالطواف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، الذي يأتي باستمرار ويتكرر كثيراً يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. ولذلك فإن سؤر الهرة ليس بنجس، والعلة لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، ما حكم هذا الاستئذان؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، والأقرب أيها الإخوة هو القول الأول، لما نرى من عناية الإسلام بحفظ العورات والمحافظة عليها، فأمر الله عز وجل الآباء أن يؤدبوا أبناءهم ومن تحت يدهم من الخدم بتعليمهم هذا الخلق الإسلامي الرفيع، بأن يستأذنوا في هذه الأحوال الثلاثة، في هذه الأحوال الثلاثة. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، كان الناس وكان عمل الناس بها قليلا جدا، يعني الناس في وقت ابن عباس رضي الله عنه يعملون بها، كان عملهم فيها قليلا، فما بالكم بحالنا اليوم. أنكر عليهم عبد الله بن عباس، فعن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، إلى آخر الآية، والآية التي في النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. هذا في زمن من؟ في زمن ابن عباس، فما بالكم بحال أو أحوال الناس. ولذلك نرى كثيرا من الأبناء الصغار يحدثون بأشياء تحصل بين آبائهم عندما لم يلتزم الآباء في الخلق الإسلامي بتعليمهم آداب الاستئذان. قال ابن عطية معلقاً على عبارة ابن عباس رضي الله عنه، قال: عبارة ابن عباس بترك الناس إغلاظ وزجر، إذ لم تلتزم حق الالتزام، وإلا فما قال الله سبحانه وتعالى هو المعتقد في ذلك عند العلماء المكتوب في تواليفهم، أعني أن الكرم التقوى. وأما أمر الاستئذان فإن تغيير المباني والحجب أغنت عن كثير من الاستئذان وحدته إلى حد آخر،
وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع النزول من مواضع النوم؟ لأن كانت الناس بينهم وبين الآخرين ربما يكون الحاجز قطعة قماش أو غيره. الحمد لله البيوت الآن أوصدت ويستطيع الإنسان إقفالها، ولذلك يشرع للآباء أن يغلق الباب سواء كان أعلمهم بالاستئذان من الخارج أو هو يقوم بمنعهم من الدخول في هذه الأوقات الثلاث. هذه الأوقات الثلاث. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي عليم بحالكم، حكيم بما يشرعه سبحانه وتعالى لكم. ثم قال بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. طيب، الأطفال، ما هو ضابط الطفل؟ السن الذي يؤمر الطفل به في الاستئذان لا يوجد تحديد دقيق، والأقرب أنه راجع إلى تمييزه. فإذا بدأ الإنسان أو بدأ الطفل بالتمييز فإنه يؤمر بذلك، يعني متى ما بدأ الطفل يعرف أن هذه عورة وأن هذا مما يستحيى منه وأنه يجب على الإنسان تغطيته، فإنه إذا ميز هذه الأمور فإنه يؤمر أو فليستأذن، كما فليؤمر بالاستئذان في كل وقت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي إذا بلغوا وعرفوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأجانب، بحيث يكون يستأذن كل وقت، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. كما استأذن الذين من قبلهم، أي كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء. القواعد هن اللواتي التي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوف إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال ابن مسعود: أن يضعن ثيابهن، أي الجلباب أو الرداء، وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم، غير متبرج، هذا شرط آخر، غير متبرجات بزينة، أي لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأن يستعففن خير لهن. فمعنى هذا أن وضع الثياب رخصة لهن وليس مستحبا، فالمستحب حتى في القواعد في النساء هو التستر وعدم وضع الثياب. إذن خلاصة شروط وضع المرأة لثيابها ثلاثة: أولاً أن تكون من القواعد، أي كبيرة. الثاني ألا يكون لديها رغبة في الزواج. الثالث ألا تقصد بوضع ثيابها التبرج، والتبرج هو طلب الظهور، أي إظهار زينتها. ألا تقصد بوضع ثيابها إظهار زينتها. مع هذه الشروط الثلاثة المشددة ختم الله عز وجل الآية بقوله: وأن يستعففنا، أي تلك القواعد، فلا يلقين من ثيابهن أو لا يضعن ثيابهن
خير لهن والله سميع عليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية، فقال بعض السلف أنها نزلت في الجهاد، أي ليس عليهم في الجهاد حرج، هؤلاء لا يلزم أن يخرجوا، الأعمى والمريض والأعرج لا يستطيع أن يجاهد، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم، كما قال في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا هو القول الأول في معنى رفع الحرج عن الأصناف الثلاثة: الأعمى والأعرج والمريض، أنها في الجهاد والتخلف عن الجهاد. وقال بعض المفسرين: المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى، أي أنها نزلت في الأكل معهم، فالأعمى لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، إذا أكلت من مع الأعمى فإنك تأكل الطيب وتدع له غير ذلك، فربما سبقه غيره إلى الطيب، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، وكذلك المريض فإنه لا يأكل كما يأكل الصحيح، فقالوا إن هذا الحرج المرفوع هو في الأكل مع هؤلاء الأصناف الثلاثة. والعلة في ذلك أن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يستوفون حقهم من هذا الطعام. القول الثالث أنها في الأكل كذلك، لكن العلة أنهم كانوا يتقززون ويتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا، لأن الأعمى ستذهب يده يمينا وشمالا، ستذهب يده يمينا وشمالا. ما هو القول الراجح أيها الإخوة؟ القول الراجح لا أنه لا مانع من حمل الآية على كل هذه المعاني، لأن الله عز وجل أجمل هنا أو عمم ولم يخص، فالمراد هو نفي الحرج عن هؤلاء بالنسبة للتكاليف التي تستوجب السلامة من هذه العيوب: العمى والعرج والمرض، فالحرج مرفوع عنهم في كل ما يضطرهم إليه العذر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا على أنفسكم. ما معنى ولا على أنفسكم؟ أي نفي الحرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخر الآية. ما سبب ذكر البيوت هنا مع أنها معلومة؟ معلوم أنه لا حرج على أن يأكل الإنسان من بيته، لماذا ذكرت بيوت الإنسان مع أنه قد علم أنه لا حرج عليه أن يأكل في بيته؟ إذا ما أكل في بيته وين يأكل؟ لكن لماذا ذكرت؟ قال بعض المفسرين:
نص على البيوت هنا ليعطف غيره عليه، ليعطف غيره في اللفظ وليساوي ما بعده في الحكم، ليعطف عليه غيره في اللفظ، يعني ليس عليكم حرج أن تأكلوا في بيوتكم، يعني هذا الحرج مرفوع كما هو مرفوع عن بيوتكم. واضح؟ في بقية ما ذكر في الآية، أي أن أكلت في بيتك أو أكلت في بيت أبيك أو بيت أمك فإن الحكم واحد، لا حرج عليك في ذلك. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالبيوت هنا بيوت الأبناء، بيوت الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، إذ لم تذكر بيوت الأبناء هنا فكني عنها أو عبر عنها ببيوتكم، أي أن بيوت أبنائكم كبيوتكم، أن بيوت أبنائكم كبيوتكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمام، كل ذلك ظاهر، بيوت العمات، بيوت الأخوال، بيوت الخالات. ثم قال أو ما ملكتم مفاتحه. ما معنى ملكتم مفاتحه؟ يعني ما حزتم وصار في قبضتكم، أو ما ملكتم مفاتحه من البيوت ولا لا؟ أي ما حزتم وصار في قبضتكم. وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء بالمعروف، وعن عائشة قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقول قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذل لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء، فأنزل الله عز وجل أو ما ملكتم مفاتيحه. قال السعدي رحمه الله هذا الحرج المنفي عن الأكل في هذه البيوت، هذه المذكورة في هذه الآية كلها، حتى بيت الصديق أو الصاحب، يقول السعدي رحمه الله هذا الحرج المنفي عن الأكل في هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن. والحكمة معلومة من السياق، والحكمة فيه في رفع الحرج معلومة من السياق، فإن هؤلاء المذكورين في هذه الآية قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل فيها، أن تدخل بيت والدك وبيت عمك وتأكل إذا أعطوك ولا لا، قد جرت العادة والمسامحة في الأكل فيها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة. لاحظوا يا أخواني كلام السعدي رحمه الله دقيق جدا، في أحد هؤلاء عدم المسامحة لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. يقول السعدي رحمه الله إن رفع الحرج بناء على ما غلب بين الناس في عرفهم وعادتهم، وأن هؤلاء يتسامحون فيما بينهم، فالأب يسمح لابنه أن يأكل من بيته، والعم كذلك، والخال والخالة، لكن لو علمت أن فلانا من هؤلاء سواء بلسان مقاله أو بلسان حاله لا تطيب نفسه بالأكل من بيته بلا إذن، فإنه لا يجوز لك أن تأكل قبل أن يأذن لك، لا يجوز أن يقول السعدي رحمه الله. منين أخذها السعدي؟ يقول رحمه الله للحكمة والمعنى، للحكمة والمعنى، يعني رفع الحرج. الآن لما الله عز وجل رفع الحرج عن هؤلاء لماذا؟ لأنه قد جرت العادة بالمسامحة، فإذا لم تحصل مسامحة فالحرج موجود، فالحرج مرفوع موجود، وإذا
كان في عرفهم مساهمة فالحرج مرفوع. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً، يعني جميعاً أو متفرقين. قال الطبري في هذه الآية رد لمذهب جماعة من العرب كانت لا تأكل أفراداً البتة، يعني لا يرون أن الأكل فراداً يا بد أن يصحبهم فيه ضيف، فيمتنعون من الأكل حتى يجدوا أحداً يشاركهم في مأكلهم، فأباح الله ورفع الحرج عنهم. إذا تيسر أحد يأكل معك يأكل، وإذا ما يتيسر فليس عليك جناح أن تأكل لوحدك، فهو رفع للحرج. قال ابن عباس عن هذه الآية: لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى، إلى قوله: أو صديقكم. وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً. فيجوز للإنسان أن يأكل وحده، والأكل مع الجماعة أفضل وأبرك. فقد جاء في الحديث أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض، عبر عنها بالنفس، لأن المسلمين كالجسد الواحد، وهو تعبير قرآني. فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. قال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال جابر: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن عباس عند قوله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم ختم الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تلاحظون أن في هذه السورة على وجه الخصوص أيها الأخوة كثيرا ما يقول: كذلك يبين الله لكم آياته، آيات مبينات، أنزلنا آيات مبينات. كل هذا يدل أيها الأخوة على أن هذه السورة ما فيها من أحكام محكمة ليست منسوخة، وأن الله عز وجل قد بينها بيانا شافيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الأمر الجامع يراد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة حينما يجمعهم، فهو أدب أرشد الله عز وجل عباده المؤمنين، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول أمرهم بالاستئذان عند الانصراف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. لم يذهبوا حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن من يستأذنك يا محمد فإنهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم وجه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم برفع الحرج عن الناس: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ولذلك إنما جعل الإذن يا أخواني
أن يقال لك نعم أو لا. يظن بعض الناس أن مجرد الاستئذان لا بد أن تقول نعم، والله تبارك قال فأذن، فإذا استأذنوك قال هل قال فأذن لهم؟ قال فأذن لمن شئت منهم، أي ائذن لبعضهم ولا تأذن للبعض الآخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما معنى دعاء الرسول هنا؟ اختلف المفسرون في معناه على قولين. القول الأول قال ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه، بحيث يقولون يا رسول الله يا نبي الله. فالمقصود بالدعاء هنا هو ماذا؟ النداء. فالمقصود بالدعاء هنا النداء. قال مجاهد أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. القول الثاني، ويشهد للقول الأول يا أخواني جملة من الآداء من الآيات، كما قال الله يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، إلى غيرها. فهذا من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ننادي النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول يا محمد ها يا محمد، وإنما نقول يا رسول الله يا نبي الله. هكذا أرشد الله عز وجل عباده، وهذا هو القول الأول. القول الثاني أنها من الدعاء وليست من النداء، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإنه مستجاب الدعوة. يعني لا تتهاونوا في دعائه عليكم، لا تتهاونوا في دعاء، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. أيهم أصح يا أخواني؟ القول الأول أصح، القول الأول أصح، وهو الظاهر من السياق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون معتاد أن يدعو على أن يدعو على الناس كثيرا، ولا لا؟ قد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء أحاديث كثيرة، أحاديث معدودة أنه دعا على غيره. فالمقصود بذلك النداء. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله وهو الظاهر من السياق، أي الظاهر من سياق الآيات أن المراد بها النداء. وقال ابن عطية عن القول الثاني والذي يقول أن المراد بها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على غيره ولفظ الآية يدفع هذا المعنى، والأول أصح. ثم قال الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. اللواذ هو الروغان والمخالفة، وهو مصدر لاوذا وليس بمصدر لاذا، أي يتسللون لواذا عن نبي الله وعن كتابه. وقال مجاهد لواذا أي خلافا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبيله وطريقته وشريعته، أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم أي فتنة، أي في أن تصيب قلوبهم، أي في قلوبهم من كفر ونفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وبهذا جعلها ابن كثير رحمه الله كلها في الدنيا. ابن كثير يرى على هذا التفسير أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم أو عذاب أليم أي بقتل أو حد أنها في الدنيا. ومنهم من قال أن الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، فجعل الفتنة أن تصيبهم فتنة أي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.
قال ابن عطية: الفتنة في هذا الموضع الاختبار والرزايا في الدنيا أو بالعذاب الأليم في الأخرى، ولا بد للمنافقين من أحد هذين، من أحد هذين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ختم الله عز وجل في هذه السورة، ختم الله عز وجل هذه السورة بأن له ما في السماوات والأرض وأنه يعلم ما أنتم عليه، وقال سبحانه قد يعلم، وقد هنا يا أخواني للتحقيق وليست للتقليل، وها قد وردت وقد ورد مثلها كثيرا، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقال: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد نعلم إنه ليحزنك، قد نرى تقلب وجهك. فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد تحقيقا وليس تقليلا، كما يقول المؤذن تحقيقا وثبوتا: قد قامت الصلاة، أي تحقق إقامة الصلاة. فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، أي هو عالم به، مشاهد له، لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهذا يشهد له الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، أي كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويوم يرجعون إليه، أي في يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، أي كل هذه الآداب وهذه الأحكام التي مذكورة في السورة ينبئهم الله عز وجل، هم امتثلوا وعملوا وأطاعوا الرسول وامتثلوا ما جاء في هذه السورة وفي غيرها، يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، كما قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال هنا في هذه الآية: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى عليم بكم إن امتثلتم ما أمرناكم في هذه السورة وفي غيرها. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، وبها نختم هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.